تعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة رسالة من محمد شريف لاعب النادي الأهلي، رسالة مؤثرة بيوجهها لكل جمهور النادي الأهلي بعد الهدف المحقق اللي ضيعه في المباراة الأخيرة في كأس العالم للأندية قدام فريق فلامينجو البرازيلي، واللي بسببها اتعرض لهجوم كبير جدا من ناس كتير. محمد شريف كتب: قدر الله وما شاء فعل، بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف المؤكد واللي كان ممكن انه يتسبب في تعزيز الفوز، اشعر بكل مشجع زعلان وربنا وحده عالم باللي انا فيه، وبوعدكم بالافضل في الفتره الجايه في كل البطولات. تحيه كبيره جدا 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 لمحمد شريف. مش اي لعيب لما بيغلط بيقدر يطلع ويعتذر للجمهور، واحنا بندعم محمد شريف وواثقين ان هو الفتره الجايه ان شاء الله هيشتغل على نفسه وهيرجع لنا محمد شريف بتاع زمان ان شاء الله. والله يعني الحقيقه هو موقف محترم جدا من نجم كبير زي محمد شريف انه يطلع يقول الكلام ده، وان هو زعلان على زعل الجماهير. فعلا هم دول لاعبين النادي الاهلي اللي عارفين قيمه جماهيرهم اللي في ظهرهم دايما، ولما بينتقدهم هم بينتقدوهم علشان بس مصلحتهم، لان في النهايه المصلحه واحده، هي اننا نكون رقم واحد دايما، وان كل لعيب عندنا يكون احسن واحد في مكانه. ما بنقبلش ابدا ان احنا نكون رقم اثنين، واحنا عارفين يا شريف انك لعيب كبير ومنتظرين نشوفك في افريقيا، وكل الدعم ليك، وكلنا عارفين مين هو المخيف اللي متعود على التهديف. تحيه كبيره طبعا بعد الرساله دي، وان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك. ودلوقتي خلصت فقرتنا، نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا.